قالت لي أمي يوما: لا تلتفت، لا تلتفت خلفك أشياء كثيرة سيئة، سيئة جدا قد توجعك. هناك من يكره تقدمك، وهناك من يتمنى أن يوقفك، وهناك من يحلم أن تكون دائما خلفه. يا بني، كن وحيدا في الطريق الصحيح، ولا تكن زعيما في الطريق الخطأ. يا بني، إنك إن تسقط لن يرحمك أحد، وإن تتعثر سيحاول الكثير إسقاطك. يا بني، كن شيئا في أي مكان، ولا تكن لا شيء في كل مكان. يا بني، لا تلتفت إلا إذا أردت الرجوع خلفهم وقررت أن تكون مثلهم.